تظاهرة بذور المستقبل 2021 في طبعتها السابعة وفرت تكويناً ل 21 طالباً من مختلف الجامعات والمعاهد الجزائرية استفادوا من 8 أيام من التدريب ومتابعة جولات افتراضية ومناقشة تقنية حول التكنولوجيات الحديثة ضمن برنامج المواهب الشابة الذي أطلقته شركة هواوي. نحن في الوزارة كانت لنا الفرصة وتعرفنا على عدد من المشاركين في هذه المسابقة في الماضي، وقد تم أيضا مرافقتهم وتمكينهم من المرور من الفكرة إلى الشركة الناشئة. كما نطمح أن كل المشاركين وكل من استفاد من هذا البرنامج أنهم يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المقاولة. فكرة تاعنا أن نديروا إن بلاتفورم، نديروا تطبيق من أجل نصل ما بين المواطنين اللي يلقاو هادوما لي ديشي مطيشين و لي زونتربريز ولا الفلاحين اللي يحتاجوا هادوما المواد باه يعاودوا يخدموا بها. تمكين الشباب من التكنولوجيات الحديثة ضرورة يمليها التقدم المتسارع في المجال، وهو ما يفرض على الحكومة مواكبة هذا التطور. إن ديناميكية بناء مجتمع المعلومات والتحول الرقمي التي انخرطت فيها بلادنا تستدعي بالموازاة مع توفير بنية تحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تستدعي كذلك الاعتناء برأس المال البشري من خلال التعليم والتكوين العالي المستوى، وهو الأمر الذي كما ربما لاحظتم أو سوف تلاحظون يحتل مكانة مهمة ويحتل مكانة محورية في مخطط عمل الحكومة. البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2014 سمح بتكوين أكثر من 90 طالباً في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.